أن التزام الدولة الجزائرية على العهد والوفاء وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أرسى قواعد متينة لتعزيز روابط الجزائريين بتاريخهم وماضيهم التليد وتثمين ما من شأنه أن يصب في مسعى حفظ الذاكرة الوطنية وصون الوديعة. إن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وبحرص وتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تقف على شؤون المجاهدين وأرامل الشهداء وأسرهم وترافقهم وتسهر على إيلائهم عناية خاصة لمن تقدموا أو لمن كانوا وقدموا تضحيات لا تقدر بثمن. هي الأمانة التي تلتزم بها ونلتزم بصونها من خلال تثمين تضحيات صانع مجد الجزائر الذي بلغ المسامع والأصقاع. فكل العرفان والتقدير لمن يستحقون رد الجميل الذين نرفع لهم تحية التقدير والتبجيل متمنين لهم طول العمر ووافر الصحة وتمام العافية.